سألتني عن بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ عليه الصلاة والسلام. عندك ستنا فاطمة بنت أسد أو بنت أسد، عارفاها مين دي؟ لا. طب دي أم سيدنا علي اللي هي مرات أبو طالب ربة النبي صلى الله عليه وسلم. فبتتكلم على بركة النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت بتقوله لنا ليه؟ هقول لك ليه بعد ما تصلي عليه. فبتقول دخل محمد علينا وتربى في وسط أولادي، فكان أولادها كتير، خلي بالك، فكانوا أخوات سيدنا علي كانوا كتير قوي، فكانوا إذا جلسوا وحدهم لطعام فرغ الطعام وما شبعوا، وإذا جلس محمد معهم أكلوا جميعا وشبعوا وبقي الطعام كما هو. فقلت لها ستنا فاطمة ما توصفين النبي صلى الله عليه وسلم وهو قايم من النوم كده، عايزين نشوف حاله، طفل صغنن وحاشا أن يكون صغيرا صلى الله عليه وسلم. بعتذر يا رسول الله، مشايخنا كان يقول صغيرا في السن، لا كان يقول مشايخنا يقول أدب مع النبي، اوعى تقول هو صغير، فحاشاه أن يكون صغيرا. الله، حتى وهو في السن. ليه؟ سيدنا العباس يسأل من أكبر، أنت أم رسول الله؟ فيقول رسول الله أكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن كله أدب مع النبي، من أول القرآن لآخره كل الأنبياء نودوا بأسمائهم مجردة إلا رسول الله. تخيلي دي، بص كده، ها. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، مش كده ولا إيه؟ ها، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، سليمان، ها ها، مش كده ولا إيه؟ صح، سليمان. كل هؤلاء ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، يعقوب ويوسف، مش كده ولا إيه؟ كل دول إلا القرآن. لما جيبها لسيدنا النبي يقول لك إيه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. مرة تانية يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. التالتة يقول محمد رسول الله. ولما يجي نديب الكون يقول له يا أيها النبي، يا أيها الرسول، شوف الجمال، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، شوف الجمال، شوف التكريم، شوف العلو، شوف الرفعة، جمال. فستنا فاطمة توصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم من النوم بقى، فتقول إيه؟ وإذا قام من نومه قام وسيما، قسيما، بسيما، جميلا، دهينا، كحيلا، جميلا، كأنه ما نام صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجمال بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. خدي بالك أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ ليه أنا بقول لك بركته ليه صلى الله عليه وسلم؟ علشان حضرتك زعلان منك في حاجة. قول إيه هي؟ أنت بتصلي كويس قوي، بتستغفري كويس قوي، وبتتصدقي كويس قوي، وتحجي وتعتمري، لكن اللي ضايع من حياتي ومن حياتك ومن حياة كثير من الناس ورد الصلاة على سيدنا. صليت على النبي طول الطريق وأنا جاية جدع في العربية، جدع طول الطريق. ليه؟ لأن أنا هنتكلم النهاردة عن ثواني بس. أيوة قولي قولي. هنتكلم النهاردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقطعيش تاني. فقلت وأنا يعني هروح أتكلم كده تقضية واجب، طب ما نصلي على النبي طول الطريق. وبعدين قالوا لي على صيغة الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل. ده صيغ مش صيغ. فطول الطريق بقى وانا سايقه حلوه قوي. دي بقى فايدتها ايه؟ قول لنا كده المفيد. شوف الجمال، شوف العظمه. قول. بتعرفي تعدي لكام؟ ما اعرفش، مش فاكره. لاخر عدد تعديه بركه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. من اراد ان يكشف همه فليصلي على محمد، ومن اراد ان يفرج الله كربه فليصلي على محمد، ومن أراد أن يتقرب إلى ربه فليصلي على محمد، ومن أراد أن يستر ذنبه فليصلي على محمد، ومن أراد أن يسدد دينه فليصلي على محمد، ومن أراد أن تحسن خاتمته فليصلي على محمد، ومن أراد أن ينير الله قبره فليصلي على محمد، ومن أراد أن ينجيه الله من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال فليصلي على محمد، ومن أراد أن يقف في الحساب مستور
مهجورا فليصلي على محمد، ومن أراد أن يعيش سعيدا فليصلي على محمد، ومن أراد أن يموت شهيدا فليصلي على سيدنا محمد، ومن أراد أن يتلذذ بنور وجه الله يوم القيامة فليصلي على محمد، ومن أراد أن يضمن الشفاعة من حبيبه محمد فليكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابي بيسأله بيقول له يا رسول الله أنا بتعبد بعمل عبادة، فأعمل لك أنت نصيبك قد إيه في العبادة دي؟ أصلي عليك قد إيه؟ ربع؟ إيه رأيك؟ قال إن شئت فزدت. نص؟ ماشي إيه؟ بس زيد نص العبادة بتاعك. صحابي يقول له نص العبادة بتاعك أصلي عليك؟ الربع؟ قال له ماشي بس زيد، ولو عايز تزيد زيد. قال له النص. قال له خلاص يبقى كلها. قال له إذن ها يكشف همك. شوف الجمال. يكشف إيه؟ همك. ليه؟ قال له لأن الصلاة على محمد النور وبركة وضياء والسرور، ولولا ذلك ما فعلها رب الأرض والسماء.